احنا اتفقنا ان هو لما يجيب لي كده 3 تايمز 2 يبقى ايكوال 6. المسائل بقى اللي هناخدها دلوقتي ان هو مش هيديني النمبر اللي هنا. يعني هيقول لي ايه؟ هيقول لي 2 تايمز وات ايكوال 10، 4 تايمز وات ايكوال 12. ممكن يعمل لي كده 3 تايمز وات او كده مثلا، يجيب لي النمبر اللي هنا اللي ناقص كده تايمز 5 ايكوال 15. ايه اللي تايمز 4 ايكوال 8 كده. والله لو انا حافظ التايم تيبل هجيبها بسهوله، لو انا حافظ التايم تيبل هجيبها بسهوله، اعرف ان 2 تايمز 5 هي الايكوال 10. طيب لو انا لسه ما حافظش التايم تيبل قوي، ممكن لما يقول لي 2 تايمز كام اعد توهات على ايديا. اعد توهات على ايديا ازاي؟ يعني اعتبر الصباع ده 2، فما بيقول لي 2 تايمز وات اعتبر الصباع ده 2، كمان صباع يبقى 2 4، كمان صباع يبقى 2 6، كمان صباع يبقى 2 8، كمان صباع يبقى 2 يبقى 10. انا عديت 5 صوابع يبقى الانسر 5. لكن اللي حافظ التايم تيبل بيتسال عليه على طول. يعني هنا 4 تايمز وات ايكوال 12، اخلي كل صباع ب 4، كل صباع ب 4، يعني الصباع ده يبقى 4، كمان صباع ب 4 يبقى 4 و 4 8، كمان صباع ب 4 يبقى 8 بلس 4 يبقى 12. عديت 3 صوابع براس يبقى الانسر 3. يبقى اللي حافظ تايم تيبل هيجيبها في ثانيه، اللي مش حافظ تايم تيبل هيتعب شويه. طب هنا كام تايمز 5 يدينا 15؟ اعتبر ال 5 دي ان هي الصباع ب 5، الصباع الاولاني 5، كمان صباع ب 5 يبقى 5 ب 5 10، كمان صباع ب 5 يبقى 10 بلس 5 15، يبقى كده 3. عديت 3 صوابع يبقى 3، يبقى 3 تايمز 5 هي اللي 15. طب هنا ايه اللي وات تايمز 4 ايكوال 8؟ اعتبر الصباع بتاعت 4، يبقى دي 4، وهم وقف كمان صباع ب 4، يبقى كده 8. لحد ما اوصل ل 8 يبقى صباعين، يبقى 2 تايمز 4 8. لكن اللي حافظ تايم تيبل زي ما اتفقنا هيجيبها بسهوله جدا. نقول بقى كده 4 تايمز وات ايكوال 20. انا مش اللي حافظ التايم تيبل هتبقى سهله عليه، اللي حافظ التايم تيبل هتبقى سهله، اللي حافظ التايم تيبل هتبقى سهله عليه على طول، هقول 4 تايمز 5. طب اللي مش حافظها، اللي مش حافظها طب اللي مش حافظها هيضطر يعد على ايد. الصباع يبقى 4، الصباع الاولاني 4، وماخد كمان معاه صباع 4، يبقى 4 بلس 4 8، كمان لحد ما نوصل ل 20، كمان صباع يبقى 8 بلس 4 12، لسه ما وصلناش 20، كمان صباع 12 بلس 4 16، كمان صباع 20. عدينا 5 صوابع يبقى نكتب 5. طيب لو جينا بقى هنا 3 تايمز 5 دي سهله على طول، دي سهله 3 تايمز 5، حتى هي برضو ممكن لو انا نسيتها عدتها بالصوابع. 3 تايمز 5 يعني ال 5 ثلاث مرات، ادي 5 وكمان 5 وكمان 5، 5 و5 وكمان 5، هم ثلاث 5ات يبقى 15. طيب هنا بقى دي 3 تايمز وات ايكوال 18. انا بسال انا عديت كام صباع عشان اوصل 18؟ يبقى انا ايه مش حافظها مثلا، اهو يبقى 3 كمان 3 يبقى 6، كمان بلس 3 يبقى 9، بلس 3 يبقى 12، بلس 3 يبقى 15، كمان بلس 3 يبقى 18. عدينا 6 صواب يبقى 6. طيب لكن اللي حافظ التايم تيبل طبعا اسهل على طول. طبعا لو انا ملاحظ حاجه دلوقتي 3 تايمز 5 ايكوال 15، يبقى برضه 5 تايمز 3 ايكوال 15، ما هي معكوسه. طب انا ناسيها، انا ناسيها، اقوم عامل 5 وكمان 5 10 وكمان 5 15، عدينا 3 صوابع يبقى اكتب 3. طب هنا 6، ال 6 يعني افضل اجمعها لحد ما توصل 12. طب انا جمعت الصباع الاولاني 6، نجمع عليه كمان صباع 6، يبقى كده بقى 12. يبقى 2، عدينا صباعين يبقى 2. بس طيب